موقع أنا السلفي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات والأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال. تفسير سورة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير رحمه الله في تأويل قوله جل ذكره: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز. قد تقدم منا البيان عن معنى قوله ألف لام را فيما مضى، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. تكلمنا مرات عديدة عن هذه الحروف المقطعة، وذكرنا أن الصحيح الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كل حرف منها يدل على اسم أو صفة أو فعل من أسماء الله عز وجل أو صفاته وأسمائه أو أفعاله، وهذا هو أصح الأقوال. وقد ذكروا في معنى ألف لام راء أنا الله أرى، والحكمة من إيراد هذه الحروف المقطعة غير تفسير معناها. الحكمة من إيرادها بيان إعجاز القرآن من أنه يتكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان به. هذا ترجيح ابن تيمية رحمه، كان هو يكتفي بذلك ولا يرجح تفسيرها بأنها حروف أسماء الله. وذكرنا أن هذا هو الثابت عن الصحابة فلا نعدل عنه. كان ابن جرير يرجح أن كل ما قيل محتمل، كان ما قيل في حساب الجمل وبيان عمر الأمة كلام باطل لا يصح. قال ابن جرير: وأما قوله كتاب أنزلناه إليك، فإن معناه هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد، يعني القرآن، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، يقول لتهديهم به من ظلمات الضلالة والكفر إلى نور الإيمان وضيائه، وتبصر به أهل الجهل والعمى سبل الرشاد والهدى بإذن ربهم، يعني بتوفيق ربهم لهم بذلك ولطفه بهم إلى صراط العزيز الحميد، يعني إلى طريق الله المستقيم، وهو دينه الذي ارتضاه وشرعه لخلقه. حمل ابن جرير رحمه الله عن الإذن هنا على الإذن الكوني، فيكون المعنى أن ذلك الأمر إنما وقع مع أهل الإيمان، يعني أن الذين أخرجوا من الظلمات إلى النور هم أهل الإيمان،
كما قال عز وجل: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وأما المعنى الشرعي للإذن فهو متعلق بالغاية من إنزال الكتاب شرعا، إنما أنزله الله ليبين الرسول صلى الله عليه وسلم هداية البيان والإرشاد، سبل النور والهدى بعيدا عن سبل العمى والضلالة. وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك مع الناس جميعا، بلغ رسالة ربه في الأحمر والأصفر، وأمر أصحابه أن يبلغوها للناس كذلك. معنى أن الله قد أذن شرعا في أن يعلم، أن يعلم الناس ما يخرجهم به من الظلمات إلى النور، فمن قبل واهتدى خرج فعلا من الظلمات إلى النور بلطف الله وتوفيقه وإعانته وهدايته الهداية الخاصة، هداية التوفيق والإحسان وخلق الهدى في القلوب. قال: والحميد فعيل صرف من مفعول إلى فاعول، ومعناه المحمود بآلائه، المحمود عز وجل. يعني فعيل صرف من مفعول إلى فاعول، زي صيغة قتيل، دي صيغة مفعول وليست صيغة فاعل. قال: وأضاف تعالى ذكره إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لهم بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الهادي خلقه سبحانه والموفق من أحب منهم للإيمان، إذ كان منه دعاؤهم إليه وتعريفهم ما لهم فيه وعليهم، فبين بذلك صحة قول أهل الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد إليهم كسبا وإلى الله جل ثناؤه إنشاء وتدبيرا، وفساد قول أهل القدر الذين أنكروا أن يكون لله في ذلك صنعا. الإمام ابن جرير رحمه الله في هذا الموضع يبين أن الآية في إذن الله الذي حمله على المعنى الكوني كما ذكرنا يدل على خلق أفعال العباد، وكذلك ذلك سمى أهل السنة أهل الإثبات، يعني أهل إثبات القدر، على إثبات القدر خلافا لنفاق القدر، رحمهم القدرية المعتزلة ومن وافقهم، مع صحة إضافة أفعال العباد إليهم كسبا وفعلا، وهذا مذهب أهل السنة دون مذهب الجبرية النافين لأفعال العباد، ولا الأشاعرة الذين يفعلون أفعال يجعلون أفعال العباد كلها مجازا فقط، مثل مات الرجل وسقطت الورقة، يجعلون أثر الإرادة الإنسانية معدوما في الفعل، إنما يجعلون ذلك مجرد اقتران بين الإرادة المخلوقة والفعل ولا أثر لها في الفعل، وهو كلام باطل. لذلك قال هنا: أضافوا أفعال العباد إليهم كسبا وإلى الله جل ثناؤه إنشاء وتدبيرا، إنشاء خلقا الله جعلهم يفعلون، فالعباد فاعلون حقيقة بإرادتهم وقدرتهم التي خلقها الله لهم، والله عز وجل خالقهم وخالق أفعالهم وخالق إرادتهم وخالق
قدرتي. قال عن قتادة قوله: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من الضلالة إلى الهدى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة إبراهيم عليه السلام وهي مكية. وقد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فرد علمها إلى الله ولم يفسروها، حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم، واختاره أبو حاتم. قد ذكرنا، وطبعا هو ابن كثير هنا اللي عاملين النسخة الإلكترونية نقلوا الكلام ابن كثير تاما من أول سورة البقرة إلى هذا المقطع، وإلا فابن كثير رحمه الله يحيل على ما ذكره في سورة البقرة. أما هذا القول فقلنا أنه قول باطل لم يثبت قط بإسناد صحيح عن الخلفاء الأربعة الراشدين كما نقله القرطبي، ولذا الكل يقول حكاية حكاه، وليس أنه ذكر إسنادا عن الخلفاء الأربعة ولا عن ابن مسعود ولا غيرهم من الصحابة. لماذا قلنا باطل؟ لأن الله عز وجل لا يكلم الناس بكلام لا يعرفون معناه. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويستحيل التدبر دون فهم المعنى، ولذلك كان قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه أسأله عنه آية آية، ولم يستثني من ذلك هذه الحروف المقطعة. هذا قول ضعيف جدا. احنا لسه قرأنا ده في سورة الرعد وفي سورة يوسف، كل مرة يجيبوا ايه الكلام اللي ذكره ابن كثير إحالة. سنحيل نحن أيضا على ما ذكر هنا. قال قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك، هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله عز وجل في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم، تخرج الناس من الظلمات إلى النور. أي إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب تخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشاد، كما قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقوله: بإذن ربه، في هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث صلى الله عليه وسلم عن أمره يهديهم إلى صراط عظيم، أي العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر لكل ما سواه، الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، الصادق في خبره.
أقول قولي هذا وأستغفر الله.